هل الكسل غريزة فينا ولا حاجة مكتسبة؟ كلنا متفقين ان مفيش احلى من احساس الولا حاجة، باكل وبشرب وبنام وبتفرج على الحاجات اللي انا بحبها زي ما تكون هي دي العيشة المثالية لأي حد بيحلم بالراحة والهدوء. بس هل الموضوع ممكن يكون ليه عوامل وراثية بتخلينا دايما بنحس بالكسل؟ اهلا بكم في حلقة جديدة من فارماستان. كل صفة ظاهرة في كل واحد فينا بيكون مسؤول عنها حاجة اسمها جين، وصفة زائد صفة بيدينا مجموعة من الصفات اللي بتترس على الدي ان ايه بتاع كل واحد فينا، وبيدينا في الاخر علي او احمد او حسام او خالد او اي حد فينا. يعني لون العين المسؤول عن ظهوره جين، لون البشرة جين، حجم الانف جين. بس الغريب في الموضوع ان الكسل هو كمان كصفة بيتعبر عنه بجين. كل واحد فينا بيمارس العادات اليومية بتاعته اللي بتحسسه بالسعادة، اللي بتكون مسؤول عن معدلات انتاج الدوبامين في المخ. فالاكل والشرب والجنس واي نشاط بنعمله كلهم متحكمين في نظام الدوبامين الدماغي، لكن نشاط بدني زي الرياضه مثلا اكيد بيأثر على مستوى الدوبامين في المخ. بس مش كل الناس بيكون عندهم حب للرياضه بالفطره، لكن جيناتنا او صفاتنا الوراثيه هي كمان بيكون ليها دور في معدل حبنا للرياضه. طيب احنا عرفنا الكلام ده ازاي؟ عن طريق دراسه اتعملت على مجموعتين من الفئران، مجموعه منهم قدرت توصل لمسافه 7 اميال في الجري من غير اي شعور بالتعب او الارهاق، وفضلوا متحفزين وعايزين يجروا اكتر، ونوع تاني وصل لمسافة 4 أميال وكان حاسس بالتعب والإرهاق ومش قادر يكمل وما عندهمش أي حافز أو حماس إنهم يكرروا الموضوع ده تاني. فكان ساعتها من الواضح إن الدافع لحب الجري والرياضة كان دافع بالفطرة، دافع جيني. فالمجموعة اللي قدرت توصل لمسافة أطول وما حسيتش بتعب وإرهاق كان عندها نظام دوبامين دماغي أكبر من المجموعة التانية، وكان عندهم حب فطري وغريزي للجري. فالجين المتحكم في الموضوع ده بيكون متحكم بشكل كبير في نظام الدوبامين الدماغي وبيأثر عليه بالسعادة لما تعمل نشاط بدني. يعني زي ما في ناس بيحسوا بسعادة واعتدال مزاجي لما يشربوا سجاير، في ناس تانية بتحس بسعادة واعتدال مزاجي لما يمارسوا الرياضة. فطبعا انت بكل بساطة تقدر تتغلب على صفاتك الوراثية وتمارس الرياضة باستمرار وتنشط حبك للرياضة وتبعد عن الكسل، وساعتها مخك هيكافئك بإفراز دوبامين كافي زي الشخص اللي بيحب الرياضة بالفطرة، وهتحس بسعادة وإنجاز كل مرة تمارس فيها الرياضة. نشوفكم الحلقة الجاية. لو المحتوى اللي بنقدمه عجبك وعايزنا نستمر، اشترك في قناة فارماستان على يوتيوب وما تنساش شغل الجرس. السلام عليكم.